احنا اليوم في مخيمات العز والكرامة قادمين من المناطق المحتلة للمشاركة في المؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، مؤتمر الشهيد محمد خداد، شهادة عن الوضع اللي تعرضنا له كصحراويات من الجزء المحتل من أرض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. كنا الحقيقة أخذنا تجربة 559 يوم من التعذيب ومن الانتهاكات ومن الاغتصابات ومن الضرب ومن يعني التعذيب المبرح يعني تلقينا له، كانوا والجوع وعدم الكهرباء، عدم الضوء، عدم كل شيء يتوفر في الحياة، عدم الشيء نلبسوه نتفرشوه، يعني منزلنا كان من ثلاث طوابق أصبح بدون شيء بدون مأوى، كنا مدمر، كنا داخل المنزل بدون كهرباء بدون ضوء، كانت الأيام والليالي النوم كنا بدون نوم، كنا ناموا من 9 صباحا إلى 2 النوم، وهي اللي كانت عندنا فترة من النوم، كنا في الليل بدون نوم. والدتنا كانت يعني سنها عندها 85 عام ضرك، كانت السكر للطنسيون، كانوا يجونا ليلا مقنعين، كانت تجينا 120 90 100، كانت تجينا 100 شخص حاملة الأكياس، حاملة أكياس من المواد السامة، المواد كريهة الريحة، كان الصرف الصحي، كانت مادة الضربان اللي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الاحتلال الإسرائيلي اللي هو توأم مع الاحتلال المغربي. عشناها طيلة 559 يوم، كانت إرادتنا قوية، كنا صامدات، كنا متوقعين يوم ورا يوم نتوقع للشهادة. الشهادة يعني كنا كل استعداد لها، السبيل يعني لاستغلال أرضنا ولتطهيرها من المحتل المغربي. هذه هي كانت، لا 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 لا، لن يثنينا ولن حتى استغلال الصحراء الغربية لن يثنينا، ومزلنا عاطين أرواحنا فداء من أجل وطننا، من أجل عودة اللاجئات لأرضهم مستقلة، من أجل استكمال السيادة الصحراوية على كامل ترابها الوطني. هذه هي رسالتي للاحتلال المغربي، عنا قويات ولين تم قويات والصحراويين قويات، تحية نضالية، ونحيي من هذا من المؤتمر هون، نحيي مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي، ونحيي المعتقلين السياسيين اللي قابعين سجون الاحتلال اللي هم ضرك، نحن هون بحرية وهم بالعذاب وأشد العذاب. وشكراً.